السلام عليكم، معكم عبد العزيز بن عقيل تكنيكال اكاونت مانجر تيم ليد بفي ام وير، وان شاء الله بكلمكم اليوم عن مؤتمر تقني مهم ويعتبر من اهم المؤتمرات في الاي تي، وخاصه في مجال الكلاود والسكيورتي سوليوشنز والديجيتال ورك سبيس. مؤتمر في ام وورد مؤتمر عالمي تابع لشركه في ام وير العالميه، يقام بمدينه برشلونه الاسبانيه لجميع عملائنا وشركائنا. في هذا المؤتمر يمكنك الاطلاع على آخر مستجدات ومستقبل التقنية، أولاً من خلال كلمة الرئيس التنفيذي بات جيلسينجر والمدراء التنفيذيين، ثانياً يمكنكم حضور الندوات وورش العمل لأحدث التقنيات، ثالثاً يتاح لكم المجال لتطوير المهارات من خلال الدورات التدريبية القصيرة والحصول على الشهادات الاحترافية، رابعاً يوجد في هذا المؤتمر قسم خاص لجميع شركاء في ام وير لاستعراض حلولهم التقنية، خامساً والمفضل عندي هو قسم الهاندزون لابس، يفتح لك المجال لتجربة أحدث التقنيات من شركة في ام وير. بادر بالتسجيل الآن ونشوفكم على خير في الفي ام وورد إن شاء الله.